في ريف محافظة الحديدة يشق هذا الرجل الطريق أملا باستمرار الحياة في قرى من الطين والقش المليئة بالمأساة والحرمان. هنا في واحدة من مديريات تهامة المنسية يتجمع الأطفال، يحاولون ملء الفراغ الذي يعيشونه لكن بلا أمل، فلا مدارس ولا دورات تعليمية ولا أدنى مقومات العيش. بالنسبة لهؤلاء السكان استمرار الحرب لا يعني إلا دورة جديدة للإرهاق المضاعف، حيث تتسع دائرة معاناتهم ولم تعد تستثني حتى هذه الشريحة المنهكة أصلا. في هذه الأحياء المتواضعة تسكن أحلام بسطاء تهامة الذين لا يجدون حتى ما يواجهون به احتياجاتهم الأساسية اليومية، فلا شبكة كهرباء ولا مياه ولا صرفا صحيا ولا شيء يلف هذه المساكن سوى بقايا حياة، فلا أحد يكترث لمعاناتهم، في حين يبقى الصمت أبلغ من الكلام، يعتلي وجها قد أرهقه الانتظار ونال منه التعب. لا يملك أغلب سكان تهامة من الأدوات الضرورية سوى هذه، أو هكذا تبدو حياتهم في ظل القليل من الزاد والممتلكات في منطقة تعد أكثر مناطق البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة. باختصار هي حياة آلاف الأسر في الريف التهامي باذخة الألم وشاهدة على إنسانية مهدرة بلا أدنى حقوق ولا هامش من حياة كريمة.